قدام الاهلي. احنا عايزين ان شاء الله البطوله بتاعتنا، ان شاء الله البطوله بتاعتنا، ان شاء الله البطوله بتاعت الاهلي، البطوله بتاعت الاهلي السنه دي. اه ليه ده هنكتفي كاس الملك، قلنا سباكويه تبع ايه؟ الحمد لله، ولا الحمد لله كسبنا النهارده، والحمد لله ولا النهارده فرحنا وفي العيد الناس كلها بتشجع النهارده. ايه العيد بالنسبه لك؟ فرحه النهارده؟ اه عيدوا عليكم طبعا رساله للنادي الاهلي بعد ما عيدوا عليكم. لا بصراحه اللعيبه فعلا كويسه عشان كده، بس عشان تبقى ده بس الماتش الجاي، والماتش الجاي ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله اللعيبه هتلعب كويس. اما نروح على المغرب هناك الرجاء ان شاء الله هنكسب هناك، هنكسب كام مستريح ونفضل افريقيا ان شاء الله بالضبط. احنا لسه مسجلين تبع جنيه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، ايه رايك النهارده في اداء النادي الاهلي؟ طبعا انت داخل المدرجات دلوقتي، هي احسن عيديه وهم كلنا كل سنه وانتم طيبين بطريقه حلوه جدا، واحنا مبسوطين منهم جدا 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 وعبالي بيه. العيد بالنسبه لك ايه النهارده؟ الاهلي طبعا بصراحه بصراحه حاجه حلوه، الاهلي هو ده حاجه حلوه والله. المفروض جماهير النادي الاهلي طبعا دول في المدرسه معاكم طبعا من ده، طبعا لسه مستمرين معاكم من ده المدرجات طبعا، شايفين جماهير النادي الاهلي كده يعني الطحن وسلام طبعا نزل في الاهلي طبعا بالظبط الاسطوره طبعا في المدرجات في المدرجات القويه طبعا زي ما شايفين ناس بتروح الجماهير طبعا بتبدا تفاد مع اللعيبه طبعا مع الجماهير طبعا بعد انتهاء المباريات، لسه شايفين طبعا ضحك المباريات طبعا بعد انتهاء المباراه طبعا زي ما شايفين امامنا الان جماهير الاهلي فرحانه طبعا بالفوز طبعا المستحق. ايه رايك في اداء النادي الاهلي النهارده؟ حضرتك تقول ايه النهارده بعد ماتش الاهلي النهارده؟ الف مبروك للاهلي وان شاء الله نرجع كسبانين برضه ان شاء الله من المغرب. الاهلي عايد عليك النهارده؟ عايد عليك النهارده. معانا بطولة افريقيا معانا. الماتش الجاي هنتعادل 1-1 زي اللي فات. تحياتي اللي كانوا عارفيني كويس. طيب هسألك سؤال، الاهلي عايد عليك النهارده؟ الاهلي ايه؟ عايد عليك النهارده؟ جدا جدا. الصفحة اسمها رقم واحد. طب تقول ايه لعيبة الاهلي النهارده بعد الفوز؟ رجالة وافريقيا بتاعتنا. لسه عايز اقول لك على حاجه من كل قلبي. لسه مستمرين مع الجنيه دول ايه؟ بنام واصحى ما بفطرش عشان هو بيفطر. طيب اسالك سؤال، جاي منين تتفرج على الماتش؟ جاي من القلوبيه. كام ساعه سفر؟ ساعه. ساعه تمام. بالعربيه نص ساعه. اهي بشكل النادي الاهلي اهو، بشكل النادي الاهلي اهو اهو. بيفرحكم النادي الاهلي بيفرحكم؟ الاهلي علينا وقال له الف شكر ان شاء الله ان شاء الله. تقول النهارده اللاعب النادي الاهلي بعد تقول النهارده ايه اللاعب النادي الاهلي بعد الفوز؟ الف 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 الاهلي عايد عليكم النهارده؟ اكيد طبعا. رساله دعم لكل لاعبي النادي الاهلي اللي بقى يلعبوا برجوله للماتش الجاي يعني، وبلاش استهتار بقى وكده. العيد بالنسبه لك ايه النهارده؟ فرحت النهارده بقى؟ اهم حاجه مكسب الاهلي. احنا بس عايزين اللعيبه بس تسترجع شويه، محمود متلي فوق بالنسبه الثاني كده زي الاول، وعلي معلول مستواه برضه واقع، مفيش فرقه غير عبد المنعم، محمد عبد المنعم وحسين الشحات وحمدي فتحي بقى كله واقع. الاهلي عايد عليك النهارده؟ عايد علينا الحمد لله. احب اقول حاجه بس، امبارح بالنسبه لي كان الوفاء، النهارده اول يوم عيد. شكرا جمهور الاهلي. صفحة ايه بقى؟ صفحة الخير. كابتن رجل معاك صفحة ايه؟ الملك الاهلي كسب كام؟ صفحة 8 صفحة 24 كابتن